من جانبها حذرت منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية في العراق ليز جراندي، حذرت من حدوث أزمة إنسانية العام الحالي، لا سيما مع بدء العمليات العسكرية لتحرير الموصل مركز محافظة نينوى من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. وقالت جراندي إن العمليات العسكرية في العراق على تنظيم داعش ومدينة الموصل يمكن أن تشرد قرابة 2.3 مليون شخص، وأضافت أن الأمم المتحدة تبحث الخطط المعدة من أجل استقبال الخارجين من الموصل وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرة إلى أن إقليم كردستان بات مستعدا للتعامل مع الأزمة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد أخبار الاقتصاد، غارات تركية على مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق. اجتماعات أوروبية مكثفة اليوم لبحث تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في مدينة منبج التي يسيطر عليها تنظيم داعش، والجيش السوري ينفذ عمليات مكثفة ضد تنظيم في ريف حماة. والجيش الليبي يسيطر على مقر قيادة مجلس شورى الثوار بنغازي، وكوبلر يدعو إلى إخضاع كافة العمليات العسكرية للمجلس الرئاسي. وقفتنا التالية في بانوراما النيل مع أخبار المال والأعمال، نتحول فيها إلى شهاب شعلان. تفضل شهاب. شكرا إيمان ولمس، أهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها بعد الفاصل، مصر تدرس تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصادها، وقابيل يستبعد أي آثار سلبية. أكدت وزارة التجارة والصناعة اهتمام الحكومة بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن تلك الخطوة لن تكون لها آثار سلبية فورية على الاقتصاد المصري. وأشارت الوزارة إلى أنها ستدرس تداعيات هذا القرار على علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا، وأيضا بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وأوضحت الوزارة خلال فترة الخروج التي تعد مرحلة انتقالية، فإن علاقات مصر وبريطانيا الاقتصادية ستستمر لتستفيد من اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. أعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين أنه لا يمكن الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا تريبل إيه بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لتصنيف الديون البريطانية طويلة الأجل إلى سلبية من مستقرة، لكنها أبقت على توقعات مستقرة لتصنيف الاتحاد الأوروبي. وأكدت موديز أيضا تصنيف الاتحاد الأوروبي عند تريبل إيه وتصنيف المملكة المتحدة عند دبل إيه ون. دعا رئيس اللجنة المشرفة على التجارة في مجلس النواب الأمريكي إلى بدء مناقشات بشأن معاهدة تجارية مع بريطانيا في ضوء تصويت البريطانيين لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وشدد رئيس لجنة الضرائب والميزانية في مجلس النواب الأمريكي كيفين برادي على ضرورة التوصل إلى اتفاق يسمح بتوسيع العلاقات التجارية الأمريكية البريطانية لزيادة فرص الشركات والمزارعين والعمال الأمريكيين في فتح أسواق أمام منتجاتهم بالإضافة إلى وجهات جديدة للاستثمار. وهوت الأسهم الأوروبية الجمعة تحت ضغط من خسائر حادة لأسهم البنوك بعدما سبب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي صدمة في الأسواق العالمية، وخسر مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 14.5% ليتصدر القطاعات الخاسرة في القارة، ونزل مؤشر يوروفيرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 6.6%، كما هبط مؤشر ستوكس يوروب 600 الأوسع نطاقا بنسبة 7%، مسجلا أكبر خسارة في يوم واحد منذ 2008. الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم لم تكن بمنأى عن الأحداث بالطبع، حيث أغلقت بورصة وول ستريت على هبوط كبير متأثرة بنتيجة الاستفتاء البريطاني، وسجل مؤشر داو جونز الصناعي أكبر خسارة يومية له منذ صيف 2011، في حين كانت خسارة مؤشر ناسداك أكبر حيث تطغى عليه أسهم شركات التكنولوجيا. إلى هنا مشاهدينا انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن البانوراما ما زالت مستمرة مع لميس وإيمان. شكرا جزيلا لك شهاب. لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم في أسوأ موجة فيضانات تجتاح ولاية ويست فيرجينيا الأمريكية منذ ما يزيد على 100 عام. وأعلنت سلطات الولاية حالة الطوارئ في معظم المقاطعات، ونشرت 200 من عناصر الحرس الوطني لدعم جهود الإنقاذ، كما سارعت لإقامة مراكز إيواء لمن أجبرتهم الفيضانات على النزوح من منازلهم. في هذه البانوراما أيضا، ولكن بعد أخبار الرياضة. المخللات تتصدر موائد الإفطار في رمضان. صاحب السعادة على السفرة المصرية كما يطلق عليه الكثير من المواطنين، المخلل أو فاتح الشهية، تكاد لا تخلو مائدة من وجوده بأشكاله المختلفة وأنواعه المتعددة سواء الشرقية أو الغربية. الإقبال على المخلل أو الترشي يتضاعف خلال شهر رمضان، خاصة في الأسبوع الأول، للتخفيف من حدة الوجبات الدسمة التي تسخر بها المائدة المصرية في الأيام الأولى من الشهر الكريم. أنا عامة تحديد السنة دي بتجهز من سنة للسنة، بس قبل رمضان بشهرين ثلاثة لازم تجهز شغل رمضان وتجهيزاته والحاجات اللي بتنزل الجديدة في شهر رمضان، زي الفواكه، زي البتنجان من المكسرات والزيتون من المكسرات والزيتون بالأنشوجة وخرب المايونيز، الحاجات اللي بتتحضر دي قبلها بشهرين ثلاثة عشان خاطر موسم رمضان يعني. ومن خلال جولة في الأسواق من مختلف المناطق، فإن كيلو المخلل يتراوح بين 5 إلى 20 جنيها، إلا أن هذه الأسعار قد تزيد أو تقل وفقا لطبيعة المحل أو المنطقة التي يتداول فيها السلع الرمضانية. عند باشا كاس بخمسة وبعشرة وبعشرين، كل حاجة لها حجمها ولها تشكيلتها، في كيس بعشرين زي كده، ده على كيس،
وفي حاجه ب 30 برضك، بس برطمان بيزيد في حاجات، بصل وبيزيد في خيار قشه، فلفل مكسيكي، فلفل هالبينو، كل حاجه لها حجمها ولها تشكيلتها. المخلل من أهم الأطباق على مائدة الإفطار والسحور لفتح الشهية كما وصف المواطنون، فوجود المخلل على المائدة عادة مصرية ومن الطقوس الرمضانية. إنما في رمضان لازم المخلل، شفت عن نفسي مع الأكل والطبيب كده بيبقى شكله حلو. لا هو دي عادة من زمان قوي، من أيام الفراعنة والفاطميين، المخلل طبق رئيسي على الفطار وعلى السحور. يعود أصل كلمة ترش إلى الإناء الخشبي أو المعدني الذي كانت تحفظ به الخضروات المخللة في العصر الفاطمي، وأطلق عليه حينها كلمة طرشة، وبات الآن يصنع في علب بلاستيكية. المخللات من الأطباق الرئيسية على مائدة رمضان، ويقبل عليها المصريون في شهر الصيام، ومع تنوع أشكاله وألوانه وأنواعه ما يفرض على المصريين أن يكون في كل بيت. رمضان المطعني النيل. وفي الختام هذه عناوين الأخبار. اجتماعات أوروبية مكثفة اليوم لبحث تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في مدينة منبج التي يسيطر عليها تنظيم داعش، والجيش السوري ينفذ عمليات مكثفة ضد التنظيم في ريف حماة. الجيش الليبي يسيطر على مقر قيادة مجلس شورى ثوار بنغازي، وكوبلر يدعو إلى إخضاع كافة العمليات العسكرية للمجلس الرئاسي. ختام البانوراما، إلى اللقاء.